تأتي مساهمة مصر في قوات حفظ السلام من منطلق الدور المحوري والريادي للدولة المصرية وحرصها على دعم جهود السلام والأمن في كافة أنحاء العالم من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقوات مؤهلة تأهيلا رفيع المستوى. وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تعد ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهاما في قوات حفظ السلام على مستوى العالم والأولى عربيا. وكانت المساهمة المصرية الأولى في قوات حفظ السلام للأمم المتحدة عام 1960 في الكونغو، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 بعثة لحفظ السلام للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 30 ألف فرد من القوات المصرية في البعثات الأممية لقوات حفظ السلام المنتشرة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وقدمت القوات المصرية المشاركة بمختلف بعثات الأمم المتحدة وما زالوا يقدمون الكثير من الجهود البارزة التي هي محل تقدير وثناء من قادة البعثات الأممية، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية للبعثات المصرية في مثل هذه المأموريات تأكيدا للدور المصري الريادي في المنطقة، وتثبت على الدوام قدرة القوات المصرية على حسن تمثيل بلدهم في المحافل الدولية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. نتوقف أمام الموضوع الأول في هذه الوقفة الحوارية، وهي احتفال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يوم 29 من مايو الجاري، وهذا اليوم الذي حدد سنويا باعتباره يوما للاهتمام بقضية قوات حفظ السلام، وتأكيد الأمم المتحدة أن مصر تحظى بمكانة رفيعة في اهتمامها بجهود قوات حفظ السلام على مستوى العالم، حيث تشارك بعدد كبير بالآلاف من جنودها ورجالها عاملين عسكريين ومدنيين وغيرها من الأنشطة من أجل إرساء مبادئ السلام على مستوى العالم، وخاصة في مناطق النزاع والتوتر. للحديث باستفاضة عن هذا الموضوع نرحب اليوم بالدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي العام والمحكم بوزارة العدل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني تفسير حضرتك لاهتمام الأمم المتحدة بجهود مصر تحديدا باعتبارها تأتي في المركز السادس، هكذا نعم. صنفتها الأمم المتحدة ضمن أهم الدول المهتمة بموضوع حفظ السلام. نعم، أولا بالنسبة لاهتمام الأمم المتحدة والإشادة الدولية من منظمات دولية ومنظمات إقليمية بمصر لمشاركتها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كثير من دول العالم التي بها بؤر ونزاعات مسلحة، ليست تأتي من فراغ. فمصر منفردة عام 95 أنشأت مركز القاهرة لتدريب قوات حفظ السلام عندما تولت مصر رئاسة مجلس الأمن الأفريقي الدولي. التدريب كان لدول كثيرة جدا، سواء الناطقة بالفرنسية أو الإنجليزية أو البرتغالية، ده منفرد من مصر، بخلاف طبعا مشاركة مصر كما تفضلت سعادتك في البداية إلى مشاركتها الفعالة في المشكلة عام سنة 60 في دولة الكونغو. سنة 60 مدة عام كامل كان لها دور فعال على أرض الواقع، أشادت به أيضا المنظمة الدولية آنذاك، وكثير والكثير. يعني لما ناخد الإشادات الدولية بدءا من عام 2016 عندما تم الإشادة بقوات الأمن المركزي التي شاركت في دول وصراعات مختلفة حول العالم للشرطة المصرية، أيضا 2017 عندما أشادت أيضا إدارة حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدور مصر المحوري في هذا النطاق على مستوى الدول العالم التي بها نزاعات مسلحة. أيضا اختيار مصر عام 21 سنة قبل الماضية مقررة للمرة الثانية بإجماع لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا يؤكد دور مصر المحوري في حفظ السلم والأمن الدولي. اسمح لي نتعرف أكثر وبشكل مستفيض من حضرتك عن
أداء ودور قوات حفظ السلام على مستوى العالم. نعم. وكذلك دور مصر في هذه المشاركة. لكن بعد متابعة سريعة لأهم أخبار الساعة مع زميل خالد عاشور. أهلا بك معنا خالد مرة أخرى، ما زلنا معا نوالي تقديمنا لحلقة من القاهرة بالحديث مع الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي العام والمحاكم بوزارة العدل عن موضوع قوات حفظ السلام على مستوى العالم وإشادة الأمم المتحدة بالدور المحوري لمصر بمشاركتها الإيجابية في قوات حفظ السلام ودورها الإيجابي في مناطق النزاع والتوتر. أهلا بحضرتك مرة أخرى دكتور صلاح. يعني لو تطلعنا على طبيعة قوات حفظ السلام من حيث كيفية التشكيل وطبيعة المهام وتحديد الأهداف وهكذا. نعم، أولا بالنسبة لقوات حفظ السلام نقدر نقول إن هي تعد تفعيلا للمقصد الأول من مقاصد الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1945 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين ومحاولات منع التسلح والاعتداء بين الدول. فطبعا هذا المقصد له الأهمية بمكان، وأستطيع أن أقول منذ نشأة الأمم المتحدة أن أهم هذه المقاصد من خلال تفعيلها على أرض الواقع هي قوات حفظ السلام الدولية. ده حقيقة يعني أنها بتقوم بدور كبير جدا في على أرض الواقع. ولكن دور قوات حفظ السلام أولا تشكيلها بيبقى من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بقرار من مجلس الأمن. بمعنى لو أن هناك دولتين متنازعتين اتفقتا فيما بينهما على اتفاقية سلام، لها لهذه الدول أن تطلب من مجلس الأمن قوات حفظ السلام تراقب هذه الهدنة أو هذه الاتفاقية بين الدولتين أو داخل الدولة الواحدة إذا كانت الحروب أهلية أو نزاعات داخلية. وبالتالي يجب أن يصدر قرار من مجلس الأمن بإجماع 5 أعضاء الدائمين لدى المجلس بإفاد قوات حفظ السلام الدولية لهذه الدول أو هذه الدولة. إذن يجب موافقة الدول المتنازعة أو الدولة التي بها نزاع داخلي على هذه القوات، على وجود القوات على أراضيها. نعم. وبقرار من مجلس الأمن الدولي. أولا دورها مهم جدا سواء من ناحية الكم والكيف، ولكن نقدر نقول أن قوات حفظ السلام الدولية منذ نشأتها أو أول بعثة لها أممية كانت 29 مايو، ده سبب اختيار هذا اليوم سنة 48 عند احتلال فلسطين أو نكبة فلسطين، وذلك للحيلولة ما بين النزاع ما بين إسرائيل والعرب، يعني جاء تحقيقا للهدنة. نعم، كانت اسمها منظمة الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الهدنة أو المراقبة ما بين إسرائيل والدول العربية. ده سبب هذا اليوم يعني. نعم. اختيار اليوم كان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 129 سنة 2002 للإشادة بالذين ضحوا من حفظة السلام من قوات حفظ السلام الدولية على مستوى كافة دول العالم، شهداء طبعا سواء من الشرطة أو من القوات المسلحة أو المدنيين أو النساء على مستوى دول العالم. إذن هذا اليوم تم تحديده كيوم عالمي للاحتفاء بقوات حفظ السلام الدولية بناء على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002. تشكيلها وكيفيتها طبعا بتشكل من كافة دول العالم تحت رقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة. أولا بيبقى فيها 3 عناصر هامين جدا. العنصر الأول بيبقى مندوب الأمين العام للأمم المتحدة، ويبقى من الموظفين الكبراء داخل هيئة الأمم المتحدة تحديدا الجمعية العامة للأمم المتحدة، عسكري بدرجة كبيرة من الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية، وإداري للأعمال اللوجستية والسياسية والإدارية داخل قوات حفظ السلام. أقدر أقول لحضرتك أني أستطيع أن أفرق ما بين دور قوات حفظ السلام الدولية من ناحية الكم والكيف منذ نشأتها وأثناء الحرب الباردة، وأيضا تغيرت ما بعد الحرب الباردة لغاية سنوات القرن الماضي، ثم بعد الحرب الباردة وانتهائها في 94 وحتى الآن تغيرت تغير كامل وجذري سواء من ناحية الكم الأعداد أو الكيف. إزاي بقى؟ نقول بقى إن بدءا من 29 مايو 48 ومرورا حتى الحرب الباردة بين القوتين العظمتين أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا، كان دور قوات حفظ السلام في هذه الدول أو الدول التي تبعث إليها عبارة عن مراقبة وفقط لغير، وإبلاغ الأمم المتحدة بأي خروقات تتم داخل الدولة أو بين الدول إذا كانت على الحدود الدولتين أو أكثر متنازعتين، ليس أكثر من ذلك. العدد كان عدد قليل جدا، ما كانش بالكم الكبير اللي احنا بنشوفه حاليا أو ما بعد الحرب العالمية الثانية.
بعد انتهاء الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تحديدا عام 94، أصبح لقوات حفظ السلام الدولية مهام كبيرة وصعبة للغاية، سواء من ناحية الكم والكيف. نعم. كنا بنقول ان قبل الحرب الباردة او اثناء الحرب الباردة كان دورها رقابي فقط، تراقب الهدنة، تراقب اتفاقية السلام والابلاغ عن اي خروقات، يعني دور الى حد ما نقدر نقول نوع سلبي او دور اشرافي فقط يعني. بعد ذلك طبعا بقى لها دور مهم جدا، وده سبب الاشادة الدولية بمصر تحديدا. يعني احنا هنتكلم ليه مصر اشادوا بها كافة المنظمات الدولية والامم المتحدة بين الحين، هل بسبب الاعداد الكبيرة التي تشارك بها ام بسبب طبيعة المشاركة؟ لا اتنين يا فندم، يعني يمكن عددا وكيفا. يعني الاحترافية المصرية والادارة لهذه الازمات في قوات حفظ السلام، و ممكن اقول الايجابيات اكثر من السلبيات. طبعا هو العدد مهم جدا، مصر بتشارك باعداد كبيره جدا، اكثر من 30,000 فرد من قوات الشرطه والقوات المسلحه والمدينه والمراه بشكل عام، بشكل حرفي كبير جدا اشادت به الدول ذاتها. يعني تشكيلها لا يكون عسكريين فقط ولا شرطيين فقط؟ لا عسكريين وشرطيين ومدنيين، والمراه كان لها دور مهم جدا طبعا بعد الحرب العالميه بعد الحروب البارده عام 94، كان لها دور جدا مهم والى الان يعني. لكن خلينا اقول ان قوات حفظ السلام بعد الحرب البارده اصبح لها دور هام جدا، مش فقط ان انا اراقب وابلغ او اشرافي كما تفضلت حضرتك، لا، لها دور في بناء المؤسسات داخل الدول، نزع الاسلحه من المقاتلين وتسريحهم، العمل على التوصل الى حكومه مستدامه داخل هذه الدول، ايضا الديمقراطيه، حقوق الانسان، حقوق المدنيين، بشكل كبير لها دور على ارض الواقع. كان تسليحهم تسليح الى حد ما خفيف طبعا ولكن موجود سلاح، ولكن لا يجوز لقوات حفظ السلام الدوليه استعمال السلاح الا في حاله الدفاع الشرعي فقط لا غير، طبقا لميثاق الامم المتحده وتحديدا الماده 51 من الميثاق. الاشاده بقى العالميه والدوليه بمصر كما قلت لاسباب عديده، المشاركه باعداد كبيره، على ارض الواقع الاحترافيه في العمل الاممي سواء شرطي او القوات المسلحه، المشاركين او المدنيين او المراه، مقاصد الامم المتحده تطبق بشكل كبير جدا، الخبرات الطويله لمصر بدءا من ستينيات القرن الماضي لمده عام في الكونغو، مرورا بمالي وجمهوريه الكونغو والصحراء الغربيه، وايضا في تسعات القرن الماضي الحرب اليوغوسلافيه الموجوده في كوسوفو وسراييفو، كل هذه حاليا أين مواقع المشاركة المصرية؟ مصر مشاركة في جنوب السودان حتى الآن بأعداد يمكن قليلة، موجودة في الصحراء الغربية حتى الآن، موجودة مصر في أيضا لبنان، مشاركة في بدءا من عام 78 انسحاب إسرائيل من لبنان، ومرورا بحرب شهر 8/2006 ما بين حزب الله وبين إسرائيل، إلى الآن موجودة مصر بقوة على أرض الواقع في هذه الدول، ودول أيضا كثيرة موجودة في سراييفو حتى الآن مصر، يعني بأعداد كبيرة وفي ذات الوقت حرفية على أرض الواقع. طيب يعني على أرض الواقع أيضا، يعني الأمم المتحدة هي التي تطلب من الدول المشاركة؟ نعم. أم أن بعض الدول هي التي تعرض المشاركة؟ لا طبعا، احنا عندنا في 193 دولة الآن أعضاء في الأمم المتحدة التي تشارك بشكل كبير بالعدد والكم، أكثر من 120 دولة تطلب الأمم المتحدة من الدول المشاركة في قوات حفظ السلام. برضو يمكن من بين أسباب الإشادة عندما دائما تطلب الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة والمقرر العام لجمعية الأمم المتحدة وإدارة قوات حفظ السلام من الدول العربية والإفريقية، مصر تحديدا تطلب منها الأعداد الكبيرة عن أي دول، ولذلك كما تفضلت حياتك هي الأولى عربيا، الثالثة على مستوى الدول الفرنكفونية النطق باللغة الفرنسية، أيضا يعتبر السادسة على مستوى العالم بالنسبة للمشاركة الفعالة كما وكيفا، وبالتالي لم تأتي هذه الإشادة الدولية من فراغ. أيضا 2017 كانت مبادرة مصر من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل أروقة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر من كل عام، اللي هي الدورة العادية الاجتماع السنوي للجمعية العامة بمحاربة الاحتكاك الجنسي والجسدي والاستغلال الجسدي لموظفي
قوات حفظ السلام في الدول التي بها نزاعات مسلحة، وأن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، ويجب محاكمة هؤلاء كمجرمي حرب، وأيضا يقدموا للمحاكمة الجنائية داخل بلدانهم، أو إذا تتبع الأمر محاكمتهم طبقا لميثاق روما عام 2002 أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا توصل هذه الجرائم إلى انتهاك وإبادة. نعم. لكن مشاركة مصر بهذا الحجم وبهذه الجهود وكذلك وجودها في هذا الترتيب على مستوى العالم، هل هو يعني حرص من مصر على المشاركة بفاعلية في هذه الجهود، أم هو حرص من الأمم المتحدة على الاستعانة بالقدرات المصرية والخبرات المصرية؟ والله ممكن نقول الاثنين، يعني مصر لها دور ريادي قديم، قلنا في الأمم المتحدة من ستينات القرن الماضي، ولكن سنة عام 95 دور مصر الريادي وأكبر دولة في الشرق الأوسط وأكبر قوات مسلحة وجيش في الشرق الأوسط يحمي الدول العربية بشكل عام، دورها الإقليمي والدولي الفعال أدى إلى أنها أنشأت مركز القاهرة للتدريب قوات حفظ السلام للدول الإفريقية، وذلك للحفاظ على السلم والأمن الإفريقي والدولي بشكل عام من خلال رئاسة مصر آنذاك للاتحاد السلم الإفريقي عام 95، أكثر من 200 فرد قامت بتدريبه. أيضا الدور مصر في الحفاظ على السلم والأمن الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا رئاسة مصر عام 2020 لمجلس الأمن للدورة التي كان لها الأهمية بمكان في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومنها حفظ السلم والأمن الدولي المقصد الأول. أيضا دور مصر بالمطالبة بتفعيل أعمال قوات حفظ السلم والأمن الدولي وتغير نظرة هذه القوات عن سابقها إلى حاليا بشكل كبير لكي يحافظ على السلم والأمن الدولي من خلال منع تفاقم النزاع ما بين الدول، المساعدة على الوصول إلى الحكومة المستدامة، نزع السلاح والفتيل داخل الدول المتنازعة والمتحاربة، وأيضا المحافظة على حقوق الإنسان والمدنيين وغيره. نعم. نسبة مشاركة كل دولة في قوات حفظ السلام يعني كيف تحدد؟ وكذلك هناك سؤال مهم أيضا، يعني اسمح لي أستوضحه من حضرتك، عن تحمل تكاليف ونفقات وجود هذه القوات، هل يكون على الدولة المشاركة أم على الأمم المتحدة أم الدولة التي يعني استعانت بقوات حفظ السلام على أراضيها؟ نعم. أولا بالنسبة لنفقات قوات حفظ السلام، بالطبع هي إدارة حماية قوات حفظ السلام لها ميزانية خاصة من ميزانية الدول التي تسدد سنويا، وبالتالي يحصلون على رواتبهم، ولكن طبقا لرواتبهم الوطنية وطبقا لدرجاتهم او الرتب الخاصة بهم. بمعنى اذا كنا بنتكلم على القوات المسلحة او الشرطة، الرتبة او الدرجة لما نقول صف ضابط او ضابط برتبة ملازم غير رائد غير عميد غير لواء، فبالتالي داخل دولته بيتقاضى راتب مثلا بالمصري 10,000 جنيه مثلا، يبقى بيحصل عليهم من الامم المتحدة بالعملة الدولية وهي الدولار، وبالتالي تتحمل الأمم المتحدة من خلال إدارة حفظ قوات السلم والأمن الدولي هذه النفقات وهذه الرواتب، وليس من الدول التي تقوم بالمساعدة على الحفظ داخل هذه الدول. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه القراءة في ملف قوات حفظ السلام الدولية ومشاركة مصر الفاعلة. نعم. بجهود وأداء إيجابي من خلال تقارير الأمم المتحدة. شكرا جزيلا دكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي العام والمحاكم في وزارة العدل المصرية. شكرا جزيلا. مشاهدينا، بعد قليل وبعد التقرير التالي نتحول إلى الموضوع الثاني في هذه الحلقة، وهي جهود مصر التنموية على أكثر من صعيد في الآونة الأخيرة، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المصانع اليوم في منطقة العين السخنة لإنتاج مادة أو معدن الكوارتز، هذا المعدن المهم الذي يدخل في عدد كبير من الصناعات، في مقدمتها طبعا صناعة الرقائق الإلكترونية والمجوهرات والساعات وغيرها من صناعات حيوية ومهمة بما يفيد ويدعم الاقتصاد الوطني المصري. نتابع التفاصيل بعد التقرير التالي، نرجو أن تبقوا معنا.